عارضة أزياء بريطانية تروج للسياحة المصرية بارتداء الزي الفرعوني وزيارة المعابد الأثرية. روجت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة خلال زيارتها إلى مصر للمعالم السياحية الأثرية المصرية عبر ارتداء الزي الفرعوني، ونشرت صور عبر حسابها على الإنستجرام والمنصات الأخرى للمعابد المصرية والنيل وأسوان. ويتابع عارضة الأزياء البريطانية حوالي 20 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتعد من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وهي أحد عارضات الأزياء في دولة بريطانيا، وهي من مواليد عام 1995، ولها العديد من الحسابات على المواقع الاجتماعية التي تعتبر من أشهر النشطاء في بريطانيا، ولها جمهور كبير، وتفاعل مئات الآلاف من الأشخاص على الصور التي نشرتها أثناء زيارتها لمصر عبر الإنستجرام من دول أجنبية وأوروبية وعربية. ونشرت صور لها أثناء زيارة أسوان ومعبد حورس في إدفو بأسوان، وكذلك صور لنيل أسوان وهي ترتدى الزي الفرعوني الشهير.